الأسعار. هنا أود التأكيد على ثلاث نقاط. أولا، بتعليمات ملكية سامية كان اجتماع على مستوى وزارة الداخلية بحضور مختلف القطاعات الحكومية المالية، جرى فيه التأكيد على ثلاث أمور. الأمر الأول ما يتعلق بالأسعار، تشديد المراقبة اليومية وتوسيعها والتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية حتى تقع المحاربة ديال المضاربة، الاحتكار، رفع الأسعار، كل الممارسات الغير الشريفة والتي تستهدف القدرة الشرائية للمغاربة. المستوى الأول من الإجراءات. المستوى الثاني ما يتعلق بتأمين حاجيات السوق من كل المواد التي اعتاد المغاربة استهلاكها في شهر رمضان الكريم. والعنصر الثالث في الاجتماع الذي أيضا اعتمدت له إجراءات ما يهم الجانب الصحي، أي السلامة الصحية للمنتجات الغذائية المقدمة للمغاربة من أجل أيضا تكثيف المراقبة. ما يتعلق بتقديم حصيلة الحكومة القريب إن شاء الله ستجتمع اللجنة بين الوزارية المكلفة بتتبع البرنامج الحكومي من أجل مدارسة اللمسات الأخيرة المتعلقة بوثيقة الحصيلة، حصيلة السنتين، على أساس إن شاء الله في شهر ماي أن تقدم في البرلمان.